يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر دكتور أن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا أن فيها دليلا على نظرية داروين. نعوذ بالله، نعوذ بالله، داروين الملحد اللي يقول أن أصل الإنسان قرد، خلقكم أطوارا نطفة نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما في سورة المؤمنون، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، خلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. هذه الأطوار، أو الأطوار بعدما يخرج من بطن أمه من طفل إلى مميز إلى بالغ إلى آخره. نعم.